عليكم السلام اخويا، تقطع عليا الخط، كانوا تيجيو لي زابيل راكم عارفين تيجي نسوا في بالعكس الديره. بالعكس اذا كان غير تقربينا من الجديد ديال سمير وداش اللي قال لكم الطبيب. قلت لي يلاه ساليت مع الطبيب ديالو، قال لي انه نهار اثنين غادي يهبطوا لغيانيماسيون باش انجكتي ليه واحد الدواء اللي نحاولوا نريحوا في الكبده والكلاوي ديالو حيت هما عيانين شويه، هو راه في امس الحاجه انه يدير هذه العمليه ديال الجراحه ديال القلب، ويا راه كما معروفه راه ما كدارش في المغرب، وكنتمنى اي مسؤول يقدر يعاون سمير ويدار الله يجازيكم بخير، علاش لا نوجه النداء لصاحب الجلاله اللي الى وصلوا الصوت ديالنا راه ما غاديش يتردد ولا ولحظه باش يعتق الروح ديال سمير ويدار، حيت سمير ويدار دابا في حاله استعجاليه للزراعه ديال القلب، الله يجازيكم بخير. اللي يقدر يعاوننا واخا بالدعاء واخا بالبارطاج غير باش يوصل الصوت ديالو لسيدنا والناس المسؤولين، ونتمنوا من الله يشوف من حالنا وحال ميمته تاعي مسكينه حالتها حاله. واش باقي لحد الان ما تواصل معكم حتى شي مسؤول بخصوص سمير؟ صراحه مازال ما تواصل معنا حتى شي واحد. البارح اتصل بيا سي سعيد بالخياط رئيس مؤسسه ديال محمد السادس. هو اللي كيتدخل اول واحد كيتدخل تحيه للسيد. قلت لك تفضلي كملي اختي. قلت لك اتصل بيا وقال لي هذا شرحت لي لا سيتياسيون، قال لي حنا غنتكلفوا بلا بريزون شارج ديال هاد لاكلينيك اللي هو فيها، وشرحت لي بانه هو في امس الحاجه انه يمشي لاوروبا باش يتلقى العلاج ويكمل هاد لوبيراسيون، قال لي حنايا المؤسسه ما عندهاش لاسيغونس اون جينيرال، ما كتقدرش تكلف بهاد النوع ديال العمليات وما كتقدرش تستمات على الخارج. هذه هي اخر حاجه قال لي. قلت له صافي الله يجازيك بخير. قال لي لو كنتمناو دابا لاي واحد كيسمعنا وعارف شنو كاين، راه معروفين عمليه ديال الزراعه كيكونوا مكلفين بزاف، ولا قبل لا من لا زعما اوطو باش يدير لوبيراسيون ولا مورا لوبيراسيون راه شحال المبلغ اللي قال لكم الطبيب؟ شحال المبلغ؟ البارح قال لي الطبيب مسحني بعدا بجوج المراكز، واحد كاين في برلين في المانيا وواحد كاين في الرياض في السعوديه. وقال لي قلت ليه عطيني ان استيماسيون، قال لي اونتر 200 مليون و 250 مليون، هذه غير العمليه ديال الزراعه بلا داك، حيت في الاول ما كيجيوش وكيديروا ليه الزراعه، كيفتحوا ليه كيديروا ليه واحد لاباغاي باش كتعاون القلب كيعيش بها واحد قدر يعيش بها واحد المده، بين ما كيوجدوا لي ذاك القلب اللي غيديروا لي هكا. اكزاكتومون. واش نقول لك؟ هو قال لي غير هذيك الزراعه الثمن ديالها يعني التوتاليتي، هو تيقول لي انا ما عارفش زعما من 250 والفوق. تفضل اسمعي. الصراحه اول حاجه كنتمنى الشفاء العاجل، كذلك اختي احنا عندنا الانسان اللي كيدوز من وعكه صحيه كيحس بمثل الظروف، صراحه ما يحز في النفس هو انه كتشوف المؤسسه الوحيده اللي لحد الان دخلات هي محمد السادس للارياد، محمد السادس الابطال، حنا كنعرفوا بانه سي فري ما كيكونش عنده واحد البيجي كبير، ولكن كتاخذ واحد البروزون شارج على الاقل بعدا كيكونوا شويه حتى ديك الالتفاته، حيت مكالمه من عند انسان ممكن معنويه اكثر كاع ما تكون ماديه، لانه هذا الشيء غيولي كيف ما تنقولوا نتمنى المغاربه حنا كنعرفوهم بالتضامن ديالهم وبالالتفاته ديالهم بلا شك، بانه نتمنى كذلك يكون لما لا يكون واحد الحساب جاري بانه يخلي بانه ناس كثيره ممكن تبرع على الاقل تساعدوا، حنا كنعرفوا هذا الشيء مكلف، هي العمليه القيمه ديالها مكلفه، وكذلك المصاريف ما بعد العمليه تيكونوا كذلك مكلفين. تنشوفوا اللاعب لعب في جميع الفروق الان، ممكن الناس فكانت هذو الرؤساء شحال من لعب فريق خنيفره لعب في بركان، لو تجمع هاد الرؤساء كاملين اليوم وتجمعهم بانه لقاو حل
ممكن يلقى الحل. ولكن وماذاش مرور الكرامه بالمال المرف بركان آه. الدا القاب يعني راه يعني راه السيد راه راه بطل راه آه. يعني راه الاسم نتمنى كتبقى القاب راه هو متوج ب الكاف النهائي اللي تلعب مع الزمالك في الكاف وخدا الكاف مع بركان و يعني كتبين لك شوف لاعيبه شنو عنده واليوم كيبقى كيعاني في الصمت. نتمنى ليه بعد الشفاء العاجل ولكن كنطلب كذلك واحد الشفاء تا هو. اربع سنين وحنايا كنعانيو بوحدنا كنتمنى راه حبس الكره وكنا كنديروا كل شيء من جيبنا صراحه. بعنا الطوموبيلاتنا بعنا اي حاجه اللي كنقولوا انها غادي تقدر تجيب شي قيمه باش نعالجوا ولكن راه ملي كتكون كتعقل وما كتدخلش شي حاجه راه نورمال غيجي واحد النهار غتلقى راسك الله الله كما كنقول. اختي الرساله اللي غنقول لك كنتمناو الناس يوصلوا الصوت ديالنا ويديروا سمير بحال ولدهم. وراه هو يلاه عنده 34 عام عنده جوج وليدات ويلاه قال بسم الله في الحياه يعني دونك شوفي انت بحال اختنا سمير بحال خونا انا متاكد على انه المغاربه والله ما غيفوتوا سمير. غير واحد الحاجه باغي نكون نزيد اخويا الطريق هو بلا شك بان انا حتى كيف ما قالت واحد الكلمه مهمه هي البارطاج وانه الناس تعاونوا بالدعاوي وقدر ممكن انسان يعاون بواحد الهاشتاغ ولا هادي في الصوت ديال هاد العائله هادي وصل لسيدنا اللي كنعرفوه كيف ما تنقولوا مثل هاد الاشياء كيتدخل بلا شك بان نتمنى من الله انه سي فري عنده جوج الوليدات بلا شك بانه غيكون ولادو صغار عرفتي شنو هي الاب كيف ما تنقولوا ديال العائله باقي ما مطمئنش على الاسر ديالو شي لاعب عطى لاعب عنده القاب. هو دابا حالته متاثره حيت عندي الوليد سميتو رياض 3 سنين وبنتي باقيه ما عندها عام. انا ملي كندخل الدار تيقول لي ولدي فين هو بابا اش مازال ما غاديش يجي بابا. الحمد لله الله يبارك فيك الله وربي يرحمك في اللحظه اختي راه في اللحظه كنتمناو هادشي اللي كيتمنى اللي كيخاصو بلاصتنا وهادشي ما كنبغيو حتى شي واحد قدر علينا الله اللهم لك الحمد حنا راضيين بالقضاء ديال الله ولكن كنتمنى نخليو سمير ويضا رضا. لا كوني متاكده ان المغاربه والله ما غيسمحوا بسمير. تيكوني قويه اختي شوفي خليك غير قويه انت ديال وليداتك خليك غير انت قويه كوني متاكده بان ربي حاول اخويا كنحاول الصبر ديالك وربي راه غادي يفرجها كوني متاكده بان ربي يا ربي غادي يفرجها من حيث ولا تحتسب ان شاء الله لحقاش المغاربه اختي المغاربه راه حنان وكيتضامنوا وما تعرفيش شوف هذا داروا ربي سبب باش ان شاء الله غادي نكونوا حنا سبب باذن الله حنا نكونوا واحد الطرف باش ربي ان شاء الله الناس يسمعوا الصوت واللي الناس كاع المسؤوله ديال الرياضه وهذه ان شاء الله يوقفوا مع ويدار باذن الله تعالى لحقاش 250 ولا 500 ولا مليار راه ما غتغلبش المغاربه باش نقول لك راه غتعاونوا المغاربه راه ما غتغلبوا لنا مليار لا جوج لا حتى شي حاجه المغاربه راه حنان ويقدروا يحيدوها من رزقهم ومن اي حاجه باش يعاونوا شي واحد اللي مريض ان شاء الله ربي غادي يفرجها باذن الله ومن هنا كنوصلوا صوتنا لجميع المسؤولين باش ان شاء الله ربي يرجع لك الزوج ديالك ويرجع لوليداتك ان شاء الله باذن الله وكل شيء قريب عند الله اختي غير الصبر وهذا امتحان عند الله سبحانه وتعالى وكوني ديما خلي يقينك في الله بان ربي غادي يفرجها من حيث ما تحتسبي ان شاء الله ان شاء الله. واش بغيت نسولك اختي واش دابا انتي دابا بحكم انه كان لعب في النهضه البركانيه واش ما كانش شي اتصال مع الناس النهضه البركانيه والسي فوزي القجاع ولا شي حاجه؟ لا اتصلت كان يلاه سالا فاش يلاه عرفنا المرض ديالو حاولنا نتصلوا بالسي فوزي القجاع وجاوبنا ومشينا عنده تصادفنا هضر معنا الله يجازيه بخير وعاود ليه بيلون 1-0 ولقينا بانه خصو يدير واحد البيسميكا حيت عنده واحد داروا ليه الاونتيغ لقاو الدقات تيرتفعوا بزاف ما خصهمش يوصلوا لديك الدرجه كيف خصو ضروري يدير هذاك البيسميكا باش تبقى تخلي الدقات في ليطا نورمال ديالو خافوا شويه ما تكونش بدوك القوه وقف معنا السي فوزي الله يجازيه بخير وكنتمناو عاوتاني يشوف دابا هذه الحاله وصلت دهورات الحاله ديالو. احنا لا نقول لك اختي على اننا هنا غنكونوا غنبقاو على تواصل معك وان شاء الله نوصلك كل جديد وحتى حنا غنحاولوا اننا نتواصلوا مع بعض المسؤولين باش
من غير نفيقوا هما راه كيشوفوا الحاله قدامهم. حنا الدور ديالنا هو انا نفيقوا هاد الناس باش يعتقوا واحد السيد اللي حتى هو كان من الابطال ديال الكره الوطنيه وحتى هو من الناس اللي شرفوا الدرابو ديال المغرب. وان شاء الله غنبقاو على تواصل غير اهم حاجه باش نكتشفوا خويا انا معاكم في اي حاجه ونتمنوا من الله يدير تاويل ديال الخير ايماننا في الله قوي ونتمنى ربي ما يخيبناش ان شاء الله. والدعوات الدعوات ديال الناس اهم حاجه حيت ربي اذا اراد شيئا فانه يقول كن فيكون. هادشي اللي كاين وانت بقاي قويه على قبل وليداتك وعلى قبل سمير براسه وعلى قبل العائله دابا كلشي راه بيدك انت حاولي تصبري وتبقاي قويه حتى راه يفرج الله ان شاء الله. الله يجزيكم بخير وشكرا. الله يجزيكم بخير وشكرا. شكرا بزاف اخويا. شكرا.